السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي طلاب الصف الثالث، اليوم إن شاء الله سنبدأ بوحدة جديدة وهي الوحدة الثامنة، وعنوانها جمع البيانات وتمثيلها. والدرس الأول جمع البيانات وتنظيمها. وكما تعودنا يا أحبتي، في بداية كل درس نذكر النتاجات الخاصة بالطالب، أي النتاجات التي سيحققها الطالب بعد دراسة درس جمع البيانات وتنظيمها. أولاً، يجمع البيانات من مصدرها. ثانياً، ينظم البيانات في جدول الإشارات. لنستمع لقصة الدرس التي من خلالها سأتعرف على المفردات الجديدة التي سنتعرف عليها بدرس جمع البيانات وتنظيمها. جمعت أماني معلومات من طلاب صفها عن الألوان التي يفضلونها، وسألت معلمتها: هل أستطيع تنظيم هذه المعلومات بطريقة سهلة ومرتبة؟ أجابتها المعلمة: نعم، بالتأكيد تستطيعين ذلك، ولكن بالبداية هذه المعلومات التي حصلت عليها نسميها بيانات، ويمكن تنظيمها بجدول الإشارات. إذن لنتعرف يا ثالث على المفردات التي مرت معنا بالقصة والتي سنستخدمها بدرسنا اليوم، وهو درس جمع البيانات وتنظيمها. أولاً، البيانات هي المعلومات التي نحصل عليها وتكون بحاجة إلى ترتيب في جدول الإشارات أو الصور حتى يسهل علينا دراستها. ثانياً، جدول الإشارات وهو جدول يتم فيه تنظيم البيانات بطريقة سهلة. لنبدأ بالدرس الأول من الوحدة الثامنة، وعنوانه جمع البيانات وتنظيمها. بداية، عرض لي الكتاب سؤال. تم طرح سؤال من قبل أحد المعلمين على طلبة الصف الثالث، والسؤال هو: سأل معلم الرياضيات طلبة الصف الثالث عن أحد أنواع الفاكهة التي يفضلها كل طالب من بين الأنواع الآتية. الأنواع التي يفضلها الطلاب من بين ثلاثة أنواع اختارها المعلم، وهي العنب والموز والرمان. وكانت إجابات الطلاب كما معروض أمامي في الصورة. جميع هذه الصور هي تعبر عن إجابة الطالب، أي هنا قام المعلم بعمل مسح للبيانات، أي أنه طرح سؤال وحصل على إجابة من جميع الطلاب، وتم وضع أنواع الفاكهة في ثلاث مجموعات: الأولى تضم العنب، والثانية تضم الموز، والثالثة تضم الرمان. لنحدد العدد من كل نوع من أنواع الفاكهة التي يفضلها الطلبة. لننظر لمجموعة العنب. عدد الطلاب الذين يفضلون العنب هم 7 طلاب. أما بالنسبة للمجموعة الثانية وهي الموز، فعدد الطلاب الذين يفضلون الموز هم 11 طالبا. قمنا بعد كل مجموعة. وبالنسبة للمجموعة الثالثة الرمان، وعدد الطلاب الذين يفضلون الرمان هم 8. إذن تسمى المعلومات التي حصل عليها الطلبة حول أنواع الفاكهة بيانات. وذكرنا أن البيانات هي المعلومات التي نحصل عليها وتكون بحاجة إلى ترتيب في جدول الإشارات أو الصور حتى يسهل علينا دراستها. ولسهولة التعامل مع البيانات،
نظمها المعلم في الجدول الآتي، وهو جدول الإشارات، وفيه الإشارة الواحدة تعبر عن واحد، وثلاث إشارات تعبر عن ثلاثة، وأربع إشارات تجمعهم إشارة كبيرة تعبر عن خمسة. وممكن أن نسمي أربع إشارات تجمعهم إشارة كبيرة، ممكن أن نسميها الإشارة الأم، لأنها تجمع كل أربع إشارات وتكون كبيرة. لننظر للجدول الذي أعده المعلم، وهو جدول الإشارات. وضع فيه أنواع الفاكهة التي يفضلها الطلاب، ومثل ذلك بالإشارات، عدد الطلاب الذين يفضلون العنب والموز والرمان. أما بالنسبة لعدد الطلاب الذين يفضلون العنب فهم 7 طلاب. لننظر للإشارات، تم تمثيلهم بالإشارات، عدد 7 تم تمثيله بالإشارات. 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة وهي الأم، ويكون العدد 5، وكل إشارة هنا تعبر عن واحد. إذن 5 6 7، 7 طلاب فضلوا العنب. وممكن الرجوع لمجموعات التي صممها المعلم. لننظر للموز ونعد عدد الطلاب الذين فضلوا الموز. عدد الطلاب هم 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة وهي الأم، وتعبر عن العدد 5، وكمان 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة ونسميها الأم، تعبر عن 5. إذن 5 زائد 5 10، وإشارة واحدة، إذن 11 طالبا فضلوا الموز. أما بالنسبة للرمان، فضل الرمان 8 طلاب. لنتأكد من ذلك، 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة وتسمى الأم، و3 إشارات كل واحدة تعبر عن عدد واحد، 8. إذن 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة نسميها الأم، لأنها تجمع كل 4 إشارات مع بعض، و3 إشارات منفصلات كل واحدة تعبر عن واحد، إذن 8. إذن 7 فضلوا العنب، و11 الموز، و8 فضلوا الرمان. وذكرنا أن المعلم كان يسأل كل طالب عن نوع الفاكهة المفضل لديه، ثم يسجل في الجدول أمام النوع إشارة لهذا النوع حتى أنهى الطلبة جميعهم. أجيب عن الأسئلة الآتية كما في المثال، وتم وضع جدول الإشارات لمساعدتكم بالإجابة. أولاً، ما عدد الطلبة الذين يفضلون الموز؟ 11 طالباً. لنرجع لجدول الإشارات المبين أمامنا، لوجدنا أنه تم وضع كل 4 إشارات وتجمعهم إشارة كبيرة وهي تعبر عن العدد 5، وسمينا الإشارة الكبيرة الأم لأنها تجمع كل 4 إشارات، وتم جمع أيضا 4 إشارات وتجمعهم إشارة كبيرة وهي الأم تعبر عن العدد 5 وإشارة واحدة، إذن أصبح المجموع 11. ثانيا، ما عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان؟ 8 طلاب يفضلون الرمان. تم وضع، لننظر للجدول أيضا، تم وضع 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة تعبر عن العدد 5 وسميناها الأم، و3 إشارات كل واحدة فيهم تعبر عن واحد، إذن العدد كاملا 8 طلاب فضلوا الرمان. ثالثا، أي نوع من الفاكهة يفضلها الطلاب أكثر؟ أي نوع يا ثالث؟ بالتأكيد الموز. رابعا، بكم يقل عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان عن عدد الطلبة الذين يفضلون الموز؟ الإجابة 3. نطرح العدد 8 من 11، طرحنا 11 ناقص 8 وكانت الإجابة 3. خامسا، ما عدد الطلبة في الصف؟ نجمع جميع إجابات الطلاب لنجد أن عدد الطلاب كامل 26. بالرجوع لجدول الإشارات نعد جميع الإشارات لنتابع درسنا يا ثالث من خلال السؤال الذي وجهته المعلمة لطلاب الصف الثالث.
عن المكان الذي يفضل كل واحد منهم الذهاب له في رحلة مدرسية، فحصلت على النتائج الآتية. النتائج موجودة جميعها في المربع الموجود أمامي، وتم تمثيل هذه النتائج التي حصلنا عليها بجدول الإشارات حتى يسهل علينا دراستها والمعرفة بها. والأماكن الرحلة هي حديقة الحيوان ومدينة الألعاب. عدد الطلاب الذين فضلوا الذهاب لحديقة الحيوان هم 7 طلاب، وتم تمثيل ذلك بالإشارات. بداية تم وضع كل 4 إشارات تجمعهم إشارة خامسة وهي الإشارة الأم، وتعبر عن العدد 5، وكل إشارة تعبر عن العدد 1 عن إشارة واحدة. إذن المجموع 7 طلاب فضلوا الذهاب لحديقة الحيوان. أما بالنسبة للطلاب الذين فضلوا الذهاب لمدينة الألعاب فعددهم 10، وتم الحصول على هذه المعلومة من خلال المربع الموجود فيه النتائج التي حصلت عليها المعلمة. 10، تم تمثيل ذلك بالإشارات بوضع كل 4 إشارات تجمعهم إشارة كبيرة وتسمى الأم وتعبر عن العدد 5 في كل مرة، وكان الناتج 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.